الى الاندماج. فاذا لما نصل لمرحله الحديد شو اللي راح يصير عندي؟ اللي راح يصير عندي انه راح ينكمش النجم بسبب انخفاض الطاقه، انكماش النجم سيزيد مقدار التفاعلات في الطبقات المختلفه ويؤدي الى انفجار النجم. عمليه الانفجار هذه برافقها تولد لجميع العناصر اللي فوق الحديد، كلهم بتولد بلحظه، فنسميها رابت بروسيس. اذا عندنا نوعين من العناصر، عناصر تتشكل بالسلو بروسيس العمليات البطيئه مع الزمن، وعناصر تتشكل بالرابت بروسيس اللي هي العمليه السريعه والتي تنتج او تحدث لحظه انفجار السوبر نوفا. هذه المسارات التطوريه ل 4 من 10 كتله شمسيه، 2 كتل شمسيه، 15 كتله شمسيه و 60 كتله شمسيه. طبعا هذه مش بسهوله اجت، يعني بعد دراسه العديد من النجوم، وافضل شيء ندرسه اللي هي العناقيد النجميه. العناقيد النجميه تمثل مختبرات، لانها جميع نجومها تولدت بنفس الفتره من نفس الغيم السديمي، لها نفس التركيب ولها نفس العمر. الكبير منها نجد انه اندثر ومات، والصغير ما زال عايش. النجم الكبير يندثر اسرع بكثير من النجم الصغير، وفي عندنا علاقه ارتباط وثيق بين العاملين هذول. هذا مخطط لتطور للشمس، راح اتي بعد السلايد بعدين بالتفصيل اكثر. هنا اندماج الهيدروجين الى هيليوم، هون ريد جاينت برانش مسميه ار جي بي. هنا تاتي لما يصل للمرحله هاي الهيليوم فلاش. اذا ستعيش هنا 5 مليار سنه، بعد ال 5 مليار سنه ستبدا بالانطلاق وان تصل الى ان تصل الى هنا. وصلت الى هنا هاي المرحله نسميها سب جاينت دون العملاق. طبعا مرحله دون العملاق يجب ان ننتبه جماعه الفيزياء الفلكيه انه عندنا نوعين من السب جاينت، سب جاينت داخل على المين سيكونس وسب جاينت طالع منه. لما ببلش ينكمش النجم يصل لمرحله حجمه يكون كبير شوي ما زال، وبعد بينكمش فبكون داخل عمال لسه بتولد، بسميه سب جاينت. بس بدك تميزه اثناء البحث تاعك عن السب جاينت اللي طالع من المين سيكونس وكمل عمليات الاندماج. اذا هذول بنشتغل فيهم برضه. السب جاينتس اللي بدرسوهم في العالم معدودين على اصابع اليد الواحده، وعدد النجوم التي درست قليل جدا، فهو ايضا مجال للبحث. هنا هذا ستتقشر الطبقات الخارجيه بالهيليوم فلاش، اشبه ما يكون زي ما حكينا حبه البومه اللي بدك تطير القشره لبرا وبيظل عندك البومه المغشوشه لقد عندك اللي هو البراون، عفوا الوايت دورف. الوايت دورف مكانه على الاشعار في هذا الموقع. هذا مخطط تفصيلي لتطور الشمس. تماما يعني معطيك كل المراحل. عمر الشمس 4.5 اللي هي ناو جيجا يير، تسلسل رئيسي، بعدين عملاق احمر، بعدين فرع افقي نسميه هوريزونتال برانش، بعدين سديم كوكبي التقشر الخارجي. ما له علاقه بالكواكب سديم كوكبي، ما فقط هكذا اسم. واخر شيء يتولد في مركز هذا السديم قزم ابيض، زي ما شفنا هذا سديم مثلا، هون سديم، هذا شوف هنا في قزم في مركزه، هذا يشبه ما ستؤول اليه الشمس. هاي بلانيتر اللي في له فيها قزم. هنا بيعطينا انه الحديد هو الذي يتربع على عرش العناصر من ناحيه بايندينج انرجي بير نيوكليون، عدد او الطاقه بير لكل نيوكليون، فهو مع البزموث هم ملوك العناصر، مش كاتبين هم البزموث لكن حاطين حديد، بس البزموث بيجي هون جنب. اذا بنلاحظ ايضا من ناحيه انتاج الطاقه، معدل انتاج الطاقه نبدا هنا عند ال 4 مليون كلفن اللي هي بالبراون دورفز، بينما بالنجوم الكبيره بدك اكثر، تميل للاحرار اكثر. هنا بالبروتون وبروتون، بينما بالسي ان او سايكل معدل انتاج الطاقه عالي جدا، يصل الى ايبسلون تي تو ذا باور 17، بينما هنا ايبسلون تي تو ذا باور 4. لذلك نلاحظ انه في النجوم الكبيره معدل انتاج الطاقه بيكون عالي جدا فيها، لذلك تموت بسرعه، زي لما تحط تنكه بنزين في سياره جي ام سي ماتورها 5000 سي سي، وتحط تنكه بنزين في سياره ميني ماتورها 800 سي سي، هذيك راح تستهلك خلال نص ساعه وهاي بتقعد معك شهر. اذا هذا بالضبط هو ما يحدث في النجوم، النجم الكبير يعطي طاقه اكبر لانه يستهلك بشكل اسرع. هذا ملخص سريع لما حكينا عنه. نفس السلايد اللي والله تعبت فيه السلايد هذا، يعني اي احد من الشباب بحاجته على الرحب والسعه. وهذا سديم
اللي هو السديم طبعا سوبرنوفا. هذا السديم اذا شو بتوقع الاقي في مركزه؟ بتوقع الاقي في مركزه نيوترون ستار او بلاك هول. بلاك هول نادر، لكن نيوترون ستار بكثره معروف، اللي هو بلسر نسميه او النابض. اذا بشكل ملخص خلينا نيجي للاشياء، انه في عندنا اقزام بنيه تخلف بعد زمن طويل جدا تريليونات السنين، اكبر من عمر الكون قزما، معظم مادته من الهيليوم الناتج من تفاعل بدء اللي هو الديتيريوم. النجوم الكتل المتوسطة إذا ستعيش كالشمس وتتقشر وتخلف بالنتيجة قزم أبيض ماديته من الهيليوم وأحيانا كربون وأحيانا أكسجين ومغنيسيوم حسب كتلة النجم الأم. النجوم كبيرة الكتلة لها مسارين، إذا كان بين 8 و 25 رح يعطينا نجم نيوتروني مع انفجار سوبر نوفا، وإذا إذا كتلة المادة المتخلفة أكثر من 25 كتلة شمسية، عفوا كتلة المادة النجم الأم أكثر من 25 كتلة شمسية، سيخلف في المركز الثقوب أسود. طبعا الحد الفاصل لكتلة ال رح أجي كمان شوي، الأقزام البيضاء درجة حرارتها بين 4000 و10 و100 ألف كلفن، يعني بري حار جدا، لذلك هو ساطع. للعلم ما عنده مصدر للطاقة، هذا القزم الأبيض ما فيه له مصدر للطاقة، يعني زي ما تمسك جمرة بعد فترة راح تبرد، وبالتالي هو بتنخفض حرارته لكن يحتاج إلى مليارات السنين حتى يبرد، وبالتالي ما زال ساطعا لكن ما عنده مصدر للطاقة، بالنتيجة راح يموت، يعني يبرد لما يصفي قزم أسود بس مش ثقوب. وهو أكبر حجما من الأرض قليل، كثافته عالية جدا طبعا. بينما في عندنا حد هنا، هذا الحد كتلة القزم الأبيض توصل إلها شب هذيك الأيام، كان شاب الثلاثينيات من القرن الماضي اسمه تشاندرا سيخار، كان السنة الثانية بالفيزياء، وصل إلى حد أعلى حد ممكن تكون عندنا كتلة القزم الأبيض بما يعرف باستقرار اللي هو ديجنريت غاز أو الغاز المنحل أو المحط، يعني متوضع أقصد، مش منحل يعني متفكك، لا هذا معناه العربي. الآن في عندنا حد واللي هي 1.25، طبعا تشاندرا سيخار اول حد وصل له كان 0.92، طبعا في بعدين عدل اخذ النظريه النسبيه دخلها ووجد انه تقريبا 1.4 او 1.44، بجوز الشباب يقول لك لا مش 1.25 هي 1.44 تمام. هذا الرقم مشروح في الكتاب عندي، طبعا العلاقه هاي ليست علاقه ثابته، يعني مش رقم، هو علاقه تعتمد على التركيب، يعني القزم الابيض تاع الاكسجين أو الكربون يختلف حد الكتلة تاعته عن قزم تاع الهيليوم. قزم الهيليوم 1.44، الهيليوم 3 والهيليوم 4، بينما لما تروح على الأكسجين والكربون تنزل الكتلة، بنزل الحد هذا. فبين الواحد وربع خلينا نحكي للثلاث كتلة شمسية هنا، مين اللي بتربع؟ اللي بتربع عندها النيوترون ستار. إذا تجاوزت كتلة النجم المتخلف عن ثلاث كتل شمسية ما عاد يتحمل النيوترونات داخل النواة، ما في نواة، كلها نواة صارت، ما عادت هاي النيوترونات تتحمل الضغط الديجنرسي هذا تاع النيوترونات، وسينهار النجم هذا الى شيء غير معروف الماهيه، لا نعرف اي شيء بعد ذلك شو اللي بصير ما نعرف. لكن نحن نرى الان السدم الناتجه من انفجار النجوم الكبيره، وفي منها سدم النيوبلا زي ما حكينا عنها. هذه المناطق السدم هي ما ستولد نجوم جديده اللي هو الجيل التالي. إذا يمكن تقسيم السدم إلى السدم الكوكبية، سدم بقايا المستعيرات العظمى، سدم الإشعاع، سدم الامتصاص، وسدم المعتمة. وهناك في الكتاب أيضا عندي تقسيمات أخرى حسب التصانيف الأخرى. إذا هذه الصورة ترينا أحد السدم الذي نتج عن انفجار مستعر أعظم، وتجد فيه هنا اللي هو البلاك بيلر هاي وأعمدة التخلق بيلرز، هنا تتولد نجوم، وهذا في طبعا سديم النسر. كل منطقة عبارة عن مجال رحب لدراسة الفيزياء الفلكية ومختبر الفيزياء الفلكية. الله يعطيكم العافية. دكتور مشهور، احنا عزين عن شكرك، اسفين على الوقت انه ارتبط بطارك. الله يبارك فيك، بتمنى تكون يعني أجر إليك بالأول على هذه المحاضرة الطيبة. الله يبارك عمرك. الله يحفظك ويبارك فيك سيدي. الآن راح نفتح المجال إذا حدا بحب يسأل أي سؤال للدكتور مشهور.
حملني ثواني بس. تعمل انميوت؟ نعم، هاي اللي بحب يسأل بيعمل لحاله انميوت وبيسأل عشان ما يصيرش ضجيج على الميكروفون. إذا حدا بحب يسأل يشيل الانميوت. يا سمحت لي أخ إبراهيم. تفضل دكتور عوني. أخ إبراهيم إذا سمحت لي. سامعينك دكتور، تفضل. سامعينك دكتور. أنا رافع أصبعي. سامعينك، تفضل باشا. أنا رافع أصبعي. السلام. وعليكم السلام. يعطيكم العافية. طبعاً بداية أود أن أشكرك باسم جميع الحضور جزيل الشكر. وفي الحقيقة كذلك أود أن أبارك لجميع الإخوة وأدعو الله سبحانه وتعالى تقبل الطاعات، ورمضان مبارك للجميع وكل عام والجميع بألف خير. المحاضرة كانت حقيقة قيمة وممتازة، ونود أن نؤكد على الشكر الموصول، كما أود أن أعتذر أن توقيت المحاضرة كان في حقيقة تقاطع مع الإفطار، لكن بإذن الله تعالى المحاضرات القادمة ستكون إن شاء الله قبل ساعة من التوقيت المحدد حاليا. طبعا سأترك الأسئلة للإخوان الحضور إذا أحبوا أن يسألوا أي سؤال، وشكرا للجميع وبارك الله فيكم. الله يبارك فيك، يعطيك العافية باشا. دكتور إبراهيم تسمح لنا بسؤال؟ بالله تفضل. كنا سامعني دكتور مشهور؟ سامعك، تفضل دكتور علي. السلام عليكم، أول شيء كل عام وعليكم السلام دكتور مشهور.